passing the mind. Thugging, hugging plenty of G's and laughing. Run past two times and all these bastards passing the mind. رايح اصور مع عندهم زي ورايح اصورها وما اتاخر وعندي امتحان وفهمه فيه بس اتاخر والمفروض ان هو كان بيصحى 6 وساعات دلوقتي 6 ونص بس بحاول اعمله ان انا الحق اروح لهم بسرعه معيش سكيت بورد مفيش هنا مواصله عامه تاخدني لحد هناك بقطع شارع جذري الادب زباله كده المفروض ان انا هبقى المفروض لو انا كنت فضلت في الترام والصح كنت هركب هوصل هناك اخر الشارع بس ركبت الترام غلط ونزلت بدري فبدل ما انزل من المحطه اللي ورا نزلت محطتين ورا وعديت على محطتين ودلوقتي قريب من المحطه اللي المفروض ان انا كنت انزل فيها صح عشان انزل ادور على مكان هو انا شكلي غريب ازيك يا عم رايح اصور فرقه اسمها تردد اصور لهم كده عايزين بيديا يعني فقالوا لي تعالى صور هم صحابي يعني فعشان كده باي باي بعد صاحبي وجاري وكده ومعايا في المدرسه وبتاع احنا عشان ثانوية عامة ما بنروحش المدرسه دلوقتي قربت شويه مش عارف هو فين مكان بالظبط لسه بس انا قربت شويه passing the mind fucking hugging plenty of G's and laughing right past two times and all these past steps المتبلايزر انا ماسكه في 3 حتت ومن ال 3 حتت دول 5 5 سيكون فيهم وفي 6 7 7 اماكن انا مش مستريح غير في 2 بس وده بيكون على حسب ايده اللي هو من تحت كده مش عارف او كده احسن مش عارف انت شايفني ولا لا اصلا الدنيا ضلمه وبتاع مش عارف حاسس ان الصوره قريبه بس انا قربت خلاص المحطة المفروض ان انا كنت هنزل فيها هناك و خلاص قربت بس لسه بقى هدور على تي دي كافين هي دي محطة ترام المفروض كنت انزل عندها وكده بس منزلش عندها حلو انت يبقى عندك ناس تعرف عشان تشاركك الفيديو يعني المكان عند تي دي في العمارة اللي في وشهم اللي في وش تي ديتا وانا دلوقتي مش جنب حتة عشان اسأل فين تي ديتا بس المفروض ان انا هسأل حتة عشان اعرف فين تي ديتا هو ما طلعش تي ديتا بس طلع مصرال طلع قلت فالناس رجعوني المكان اللي نزلت فيه غلط في الاول خالص بسأل دلوقتي على مصرال الصلاة فقالوا لي اني هرجع تقريبا هي مصرال الصلاة هو ده العمارة مش عارف المسؤولية كمان مسؤولية الاتصالات اهي هي ورا الشاشة دلوقتي المسؤولية الاتصالات ودي العمارة اللي في وشها فتقريبا العمارة اللي في وشها هي العمارة اللي بعد بسيط ده هو انا طبعا ما ينفعش انزل الفيديو اللي انا كنت بصوره لان هي رايحه مع حد معين يعني وكده ف نزلت الورم اب انجويت و
descriptions، يا ريت تروحوا تزوروهم وتسمعوا الاغاني بتاعتهم، وهي حاجاتهم حلوه جدا 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 يعني. Passion to mind, thugging, hugging, plenty of G's and laughing. I pass two times and all these bastards that be watching. Just keep it playing and I'm